بالمدينة الحمراء مراكش انطلقت أشغال المؤتمر الدولي 13 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكة الإقليمية 4 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن شركاء وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية. ويتناول هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس موضوع توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم. الأمم المتحدة تعتبر أن المدافع عن حقوق الإنسان هو أي شخص يشتغل لوحده أو مع أشخاص آخرين من أجل التطبيق التي يشتغل بطريقة سلمية من أجل تفعيل إحدى مبادئ حقوق الإنسان. والملاحظ أن هنالك الآن على المستوى العالمي في عدة مناطق بما فيها دول كانت تعرف بالديمقراطية أن هنالك تضييق فضاء العمل المدافع عن حقوق الإنسان، ولهذا هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة وراهنية خاصة في هذه المرحلة. ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يشكل فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل استكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في اتجاه توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على المرأة. لقاء مراكش للائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشكل مرة أخرى عربونا على التطور الحاصل في بلادنا في مجال حقوق الإنسان وفي توسيع فضاءات المجتمع المدني وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. اختيار المملكة المغربية بطبيعة الحال لم يكن اعتباطيا، ولكن جاء نتيجة هذا التطور وعمل المؤسسة الوطنية المغربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يزيد عمره عن ربع قرن. إلى ذلك تهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلة وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.